يسألون عن الأزواج الذين يدخلون الجنة مع بعضهم، كما ورد في القرآن الكريم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. هل معنى هذا أزواج الدنيا أم الحور العين؟ جزاكم الله خيرا. يشمل هذا، يشمل الأزواج من الحور العين ومن أزواج الدنيا، ولكن الظاهر أن المراد أزواج الدنيا المؤمنات. هذا في أزواج الدنيا إذا كن صالحات مستقيمات على طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.